Bueno. جنب اليوم واش قد يغليط اليوم شمية عقوبي بغيت ديرها وكل شيء ياك اللي بغى الرويس غادي يعمل الصوبا ومعاهم هذه هي الصامه ياك الصامه ودورها الصامه ودورها والباقه إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب البت المباشر هنا مباشرة من السوق المركزي للحمامة البيضاء اليوم الحوت فهو موجود متابعينا الكرام والأتمدة ما بين 50 درهم 60 درهم 70 درهم حتى 100 درهم متابعينا الكرام بالنسبة للصامة هذه السمكة ديال الصامة الناس اللي كتبغي أنها تكون عندها مناسبة عائلية فكيبغيو مثل هذا النوع ديال السمك كيكون فيه جوج الكيلو ثلاثة الكيلو حتى لأربعة ديال الكيلو الثمن ديالها 100 درهم للكيلو بالنسبة للدور هذا حتى هي نفس الأمر 100 درهم الباغر شحال؟ باغر 100 بالنسبة للباغر كذلك 100 درهم متابعينا الكرام ديال الأسماك اللي هي الحجم ديالها كبير متابعينا الكرام واللي كيبغيوها كيف قلت الناس اللي كتكون عندهم مناسبات أو أنهم مع نهاية الأسبوع كيبغيو أنهم يديروا عشاء أو غداء فخم هذا هو سمك ديال الباغر هذايا بشكادية نيغريتا أو بشكادية السوداء متابعينا الكرام هذا هو الباغر حتى هو الثمن ديالو 100 درهم هذه بشكادية نيغريتا هذا كروفيت أو الكامبا هذا الصول السي رشيد هو معنا بطبيعة الحال مرحبا اليوم الملاح ديال الكروفيد الكامبا ياك السي رشيد البحار اللي عندكم هو ضروري المهم حتى حاجة ما كذبات اللي كيبات المقلة صحيح كاينة هذا كيف يقول رشيد الحوت ما عندوش كيبات اذا كان غادي يبات فكيديه المنزل ديالو المقله هذا الكراميل والحبار هذا كذلك بشكاديه ديال العرايش متابعينا الكرام هذا الكروفيت او الجامبا هذا الصول هذه الباقي الانواع الاسماك الاخرى كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام انا بالسوق المركزي للحمامه البيضاء قول لي هذا الجامبا من البحر اللي عندك بشكاديه تا هي طريه تبارك الله العرايش ياك هذه بشكاديه ديال العرايش وملحمه اليوم غليطه
طراوة كل ما كتحمر بزاف كل ما طراوة كتبرق كتبرق وتشرق ياه. هيا متابعينا الكرام بالنسبة للبشكادية العرايش فهي دايرة 70 درهم هنا بأسواق الحمامة البيضاء، وبالنسبة للصول هذا هو الصول فهو داير 100 درهم، بالنسبة للكامبا أو الكروفيت فهو داير 80 درهم، بالنسبة للحبار أو الكراميل حتى هو 100 درهم، وبالنسبة لباقي الأنواع ديال الأسماك الأخرى كاين بشكادية نيغريتا الثمن ديالها 50 درهم، كاين هذا الباغار الثمن ديالو 100 درهم، هذه هي بشكادية نيغريتا يعني محيد لها الشوك ديالها والراس ديالها، هذه غير اللحم، هذا كذلك الباغار الثمن ديالو 100 درهم، هذه هي بورادة اللون ديالها رمادي حتى هي الثمن ديالها 100 درهم، وهذه هي سمكة الصامة اللي جات في الوسط الثمن ديالها كذلك 100 درهم للكيلو. هي الصامة 100 درهم للكيلو. هذه هي الأنواع الأسماك اللي كاينة متابعينا الكرام، إلى جانب الحوت الأزرق الشرال والشطون الشرال والسردين الكاوايا وباقي الأنواع الأخرى. إذا متابعينا الكرام نتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معنا فترات اللي هي جميلة من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر. سي رشيد شكرا، ومرة غدا إن شاء الله عاود. تحياتي.